السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج هذا المساء التي سنناقش فيها موضوعا يتعلق بالجهود التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، حيث تقوم الوزارة بجهود لمنع بيع البضائع الفاسدة والمضاربات في الأسعار حماية للمستهلك. إذن كيف تضبط الوزارة أسعار السوق وكيف تحارب البضائع المزورة وكيف تراقب السوق؟ هذه النقاط وغيرها سنناقشها في هذه الحلقة مع ضيفي الكريمين، ولكن بداية سنبقى مع العنصر التالي ثم نعود. تنفيذا لتوجيهات الجهات المعنية الرامية إلى محاربة الممارسات الضارة بالمستهلكين، تسعى إدارة حماية المستهلك وقمع الغش بالتعاون مع المندوبيات الجهوية بالداخل إلى معالجة العديد من المخالفات داخل السوق. هذه التدخلات أسفرت عن مصادرة كميات من مختلف المواد منتهية الصلاحية كالعصائر والبسكويت ومعاقبة أصحابها طبقا لقانون حماية المستهلك، هذا علاوة على عملية إتلاف ما يقارب من 500 طن من المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية والتي تم تجميعها في مخزن الإدارة خلال الأشهر المنصرمة من مختلف الأسواق في نواكشوط. وقد تمت هذه العملية بالتنسيق مع جهة نواكشوط. التدخلات كذلك أسفرت عن اكتشاف عملية غش في بعض الأدوية، وتمت معاقبة أصحابها طبقا للقانون، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الصحة. وتسعى الجهات المعنية إلى مواصلة الحملة ضد المحلات التي تقوم بزيادة التسعيرة ومحاربة كل من يقوم بالمضاربات في الأسعار. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مره اخرى، اهلا بكم ضيفي الكريمين، اهلا بك السيد محمد المصطفى والعلي الشرقي مدير حمايه المستهلك وقمع الغش، اهلا بكم. اهلا بكم السيد المختار والطوف الامين العام للمنسقيه الوطنيه لجمعيات حمايه المستهلك، اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا. بدايه معكم سيد مدير محمد المصطفى، حبذا لو اطلعتم المشاهد على الجهود التي تبذلونها في والله من اجل ضبط السوق المحليه. شكرا، نشكر التلفزه الوطنيه على تناوله لهذا الموضوع الهام والاساسي. شكراً. واللي يهم المستهلك والمواطن بشكل عام. وقد أعطى العنصر التمهيدي حصيلة مهمة، هذه الحصيلة اللي أعطيتها في المقدمة هي عبارة عن شهر أغشت المنصرم، لأن احنا كل شهر عندنا نشرة نقوم بها، نتناول كل المواد المنتهية الصلاحية اللي تمت مصادرتها، عمليات التفتيش والعقوبات اللي مترتبة عليها، وهذا في الحقيقة هو اللي نقوم به، وبالإضافة إلى مراقبة الأسواق ومكافحة المضاربات، لأنه هو هناك بالنسبة لوزارة التجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك وقمع الغش مندوبياتها الأخرى، شنو الإجراءات اللي تعدل؟ هو السوق حر، الأسعار حرة. نعم. يقال هذه الحرية مقيدة، لماذا؟ لأن كل ما لاحظت الوزارة أن هناك أسعار ارتفاع غير مبرر والله هم مضاربات، تقوم بمراقبة الأسواق ومراقبة الأسواق تتطلب ماذا تتطلب؟ تتطلب أي مواطن، القانون شو يقول؟ يقول أن كل مواطن، كل رقاش عارض مادة يبيعها يلا يعود عدلها على أن يتسعى كاتب أسعارها. هذا يطلب منه، وش يطلب منه احنا؟ شنو مطالب منه؟ لين نطالع لذلك اللوائح نطلب الفاتورة الفكتيرة، انت بكم شاريه؟ إياك نعرف المصدر الشراء اللي مشتري من عنده، وعلى أساسك نتصرف على ذاك الأساس. نعم. إضافة لذاك أي مادة الفرق يعملوا يوميا، وياك العمل اللي يقوم به في المقاطعات في كل ولاية، وكذلك في كل ولاية عندنا فيها مندوب بمثابة مدير مندوب شهوي على مستوى نقطع جميع
ولايات الوطن، وعلى ذلك الأساس كل فرق أثناء تحركها تقوم بعمليتين. أولا مراقب عمليات تحسيس تقوم بهم وياك تحسس المواطنين خطورة هذه المواد المنتجة الصلاحية، وأي حانود جبرته والله شخص يمارس هذه الممارسات تقوم به معاقبته والمعاقبة حسب القانون. نعم عفوا على المقاطعة سيد المدير. إذن هذه ستكون هي نقاط نقاشنا إن شاء الله نتعمق فيها، ما يتعلق بضبط الأسعار، محاربة الغش، وأيضا مراقبة المطاعم، كل ما يقدم للمستهلك، وطريقة تنظيم السوق العمل كله الذي تقومون به سنناقش إن شاء الله في نقاط تكون أكثر تفصيل. أهلا بكم سيد الأمين العام المختار. سيد الأمين العام، فيما يتعلق بمراقبة السوق وما يقدم للمستهلك، ما هي ملاحظاتكم أنتم كمجتمع المدني على الجهد الذي تقدمه الوزارة؟ على كل حال شكرا على الاستضافة. اولا المجتمع المدني وجمعيات حمايه المستهلك لها سنوات مقجبه صراحه، لانها ما هي نقول لك مثلا معناها موجوده في السوق، موجوده في الرقابه، اذا غير ذاك اللي يعطيها القانون محدود وتقوم به، وهو تكميل دور الاداره. هذا الدور اللي تقوم به تعود قامت بدورها، غير هذا مقيد. عندنا قانون يقول قدامك، قالوا قانون حماية المستهلك، هذا قانون حماية المستهلك وعدل 2000 اعتقد 2020 مع دور الرئيس الحالي محمد الشيخ غازواني، اول مره موريتاني. غير هذا القانون اللي تم، ما هم قوانين هي اللي تعدل يطبق الابلكيسيون، قوانين تطبيق ينص عليه بالضبط، ينص عليه جميع اللي طرحت الوسيله، ينص عليه اي هذه المطاعم اي حد مقدم خدمه يسوى منهم، يا تعود معروف عنده وصل، يا تعود مسجل ويعرف من هو هو. هذا عند هذا فعلا هذا نص عليه القانون. قال هذا القانون فيه مواد من بعد هاو كجمعيات حمايه المستهلك معرقه عملنا، وبالتالي قاعد في الفتره الثلاثيه خلق تغير شامل في نظام المشير للجمعيات مجتمع المستهلك خاصه، وعندنا ما نعرفه عندنا في البرزخ ما نعرفه كانوا يجنوا والله في النار، كانوا تابعين لوزاره التجاره، كانوا تابعين لوزاره حقوق الانسان، كانوا تابعين لروايه اخرى ما يعرفوا منين 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 قاعدين نساعدوا به نتصلوا بالاداره ونشعروه بعيات فما والله فهم اسعار مرتفعه، وجزاه الله خيرا يجاوب معانا يغير الاداره نفسها. احنا ما تلقى الوزاره عفوا الوزاره احنا ما تجاوب معانا ولا تستقبلنا ولا طرح معنا راي شو يسوي شنو. خلق تجمع بين اجماع بين وزاره التجاره والتجار ويقترحوا هما يقترحوا هما سعر ويقترحوا هما معنى. وهذا احنا نعرفه عنه احنا ما يقدر يطبق. نعطيك معلومه نهائيه ولا تورطق على تشعل المواد ولا تحرقها من ساعه ينزاد المحروقات ينزاد كل شيء ساعه تطلع ما ينفع مولي فيه ما ينفع مولي فيه شيء وزياده انهارات احنا ما مبرر عندنا ما يشاورنا فيها ولا قال لين 2009 لين 2022 كان كل مواطن موريتاني يتحمل 120 ريال عن اللتر. هذا كلام راي لك مثلا نتحمل مسؤوليته. نعم. نقول لك انا هذه المواد اللي هنا نرجع لما يتعلق بالاسواق ومراقبتكم انتم الاسواق هو ما نقدر نراقب الاسواق، الاسواق ما بس تراقب ما يقدر يراقب الاسواق. السوق اولا 15 سنه يطلبوه عن السوق الموريتاني منظم بحكم القطاع غير مصنف. نسبه 1% هي اللي معروف. لو خرج واحد يفتح بوتيك ويتحول هون يقعد هون يبيع هون هذا ما يقدر يراقب. وكل منطقه فيها 40 50 بوتيك ما باش نشد كبير اهل الامانه غير الوسائل احنا نعرفوه ولا نقعد هون على وسائل التلفزه قد عاد احنا نعرفوه وين هذا اللي تعذروا انتم؟ احنا عاد ما نقدر نكون لاقينا ايش كان احد عن بوتيك باع لهم احد تقريبا 400 والله 150 والله ذاك مو معضل اسعار والله ذاك مو معدلين ترفع الاداره تدخل الاداره حسب ظروفه. هذا هو اللي احنا نقدر نعذره غير القانون كان يخولنا عن نعود هياتنا في العام وعن مستقلين وعن عندنا مكان وعندنا احنا قد نشر حد العداله احنا قاعدون هم هذا كانت احنا مقيدين لابد ترجعوا لهم لابد نرجعوا لهم ما نقدروا شيء عاد وش يدون ما قلت قاعد ندخل بوتيك ما عندكم صالح ما عند اوح ما قلت احنا ابدا ما حد يهدوا يا رب القانون النهائي كان عاد هذا لكم عن ما هو صالح بحالته انتم ما لكم هيئه قضائيه ولا هيئه تنفيذيه هيئه مجتمع مدني مجتمع مدني قال لك عنك دورك
تكميل يعني تكمل دور الإدارة. إن قال لك في القانون عنك مثلا نجي من البوتيك وتقول عنك شفت بوتيك وكذا كذا كذا يقدي يحول ياك مبلغ يقول لك أنا قاعد ما شفتك ولا أنا أعرف قال الرجمان وعيد معك وحده هناك كذا إن ما يدخل الموصل في سرعة وقت فسرعة وقت وجاهم ودخلوا يعني إحنا بعد على كل حالين مثلا يا رجع نقول لك أنا عن ما يتنظم التجارة ما تصلح لي قافلة السواق رغم الجهود المبذول الكبير بصراحة. إذا شكرا لكم سيد المدير. نرجع للأسواق والطريقة، نبدأ أولا بالطريقة اللي يتم بها بيع البضائع في الأسواق. يعني مشاهد عند من يدخل نقر مرصة لا يشوف اللحم حذاه السمي ينباع وحذاه الخضرة وحذاه التمر ويشوف اللباس ذا كامل متخلط. من ذلك مقطر فكرت في آلية لتنظيم السوق. الحقيقة هو ثم إدارة أنشئت حديثا للمنافسة وتنظيم السوق، وهذه بتبارك مع إجراءات يقال كيف تعرف مشكلة تنظيم السوق. وفي اجتماعات قام بها معالي وزير التجارة مع اتحادية التجارة ومع المجموعة المجموعة الحضرية البلديات. اسمح لي افتي لي دخلهم قول لي انا وزير التجارة واتحاد التجارة وداخل في المشترك لي لا بعد حد لا زلنا لا بعد هاي اسمع طيب عندي هاي طريق مقبول لا يصلح معاه خلي السيد المدير كمل كتر لانه وصلوا لكم انتم تعودوا غير هذا ما هاي الطريقه قلعها عنا وهو منها قول لي سيد وزير التجاره وكم كاملين ان هاي الطريقه اللي واحد فيه سيد المدير فضلك خلي السيد المدير خلي غير على كل حال هذه حق من اجل اجراء اياك يخلق بها في تنقال تنظيم السوق. كيف تعرف تنظيم السوق عنده صعوبه؟ لانه اولا فهم قاع حتى كثير من التجار مقلقه قدامها باتيقهم ما هم قادرين يفتحوا فهم ياسر مشي وقطعا فهم اجراءات من اجل معالجه ذيك البطاقه. اذا عندكم بعض الشاعرين بعن هذا خلل ذوق وها واضح بالاضافه وشكل خطوره على الانسان اللي قال اضافه لذاك المواد اللي تنعرض في الاشماس كي مثلا باشافين هذا اللي تشوفك ياسم في طبعا الدم صادر وهذا صادرنا منهم كميات كبيره واعتقد ان صحيح رئيس المنسقيه والله من عامل المنسقيه عرف ذاك القط عدلنا فيهم ما نشوف اي منهم كميه ما صادرناها وعاقبنا لها جانب شارلو اليه من العام المنسقية الوطنية لأن ذلك قالوا القانون نحن الآن مراحل النهائية لبعض المراسيم والمقررات التطبيقية إياك يطبق القانون بحوافره وهذا في الحقيقة معلومة اخترت مراحل النهائية خصوصا مذلك يتعلق بمرسوم المتعلق بتنظيم السوق لأنه في الحقيقة السوق مهم أنه ينظم ومهم مولي يعود كل رقاج له يفتح انه هون هذا فضويه كبيره كل واحد الا كل واحد يفتح بوتي وقد كيف قال هو ينقل قال انا ود مسجل ومعروف بلو هذا في الحقيقه له يساعد مساعده كبيره بذلين قالوا ضبط السوق وضبط مولي المنتجات لان احنا هي الاشكاليه المطروحه فهم قطاعين فهم القطاع اللي ينقالوا القطاع المصنف قاع معروف مبردون ومعربه ويمكن التاكد من الماده الموجوده مدى جودتها ومصدرها. صحيح. هم اللي قالوا القطاع الغير مصنف هو اللي يطرح اشكاليه لانه ما هو معروف وكل دار فيها بوتيك مشكله مجتمع الموريتاني. الواحد الاول اللي فكر فيه لين تلي ابن دار لابد من يدير فيها بوتيك وتود قاع هذا البوتيك بالحقيقه ما هو طابع تجاري. طابع التجاري اللي ودرجاج حاس انه لا يبيع ولا يشري ولا يعود مولي يقدم خدمات. لكن انت لين تود لا كل دار فيها بوتيك بعض الاحيان قاعد مول البوتيك ذا البوتيك المعدل ما هو بوتيك تجاري. انا مثلا كموظف والله كعامل لا ندير في خلاص الشهري في هذا البوتيك وتو ولا يتم نبيعه بهذا. ولهذا قد الاشكاليه المطروحه عند الوزاره هي كثره الحوانيت ولانها ما تقد ضابطها صعيب انت ما تقد كل بوتيك توقفي عنده وكيل من اجل مراقبته. وهذا اعتقد ان المشكله ما هي لا تفعل عند البواتيك، المشكله عند المورد اللي يشرو عنده البواتيك، لانه كانوا يشرو من عند حد بايع بسعر
محدد والسعر منظم عند الموردين وعند الموزعين عندو هلا باكي قال له ضبط السعر خالق شيء الله يا الله يفهم المستهلك ويفهم المواطن. احنا كل مورد نعرفه باش طايح عليه ذيك الماده ومجرد ترتفع ماده في السوق نطلب اوراق الاستيراد ما لنا قابضين بها ما لنا منعتين امام الناس لان احنا لان الدوله تمثل الناس كامله وتحافظ على مصالحها كامله يا قال تقبل الفواتير اوراق الاستيراد وتحقق فيها. ولهذا معالي الوزير في اجتماعات يوميه اي ماده يوميا يجبر ارتفاع تلك الماده اي ماده ارتفعت غير مبرر يستدعى المورد الشخص نفسه والشخص نفسه مالي تتم عقوبته وتندار عليه غرامه ولا بد من رد ذيك التسعيره. يقال هو فم هوامش هي اروك مؤخرا فم الدوله قبل مثلا عدلت هيئه لموازنه السوق تعرفون السنه الاكسيه خسرت عاد لابد من تعدل آلية جديدة من أجل موازنة السوق لأن السوق لابد من عود فهم موازنة دي. ولهذا فترة الساعة ارتفاع اللي ينقال القمح والعلف والأرز والسكر استوردت كميات كبيرة من خصوصا من القمح بعد ذلك الساعة الحش إياك تضخه في الأسواق إياك ذاك يخفف من وطأة الارتفاعات اللي خلقت بسبب أزمة أوكرانيا وكذلك أزمة أوكرانيا بطبيعة الحال وأزمة كوفيد لأن كيف أنه هنا من بدأت تخف أزمة كوفيد جاءت أزمة حرب الروسية الأوكرانية وسببت مشكلة كبيرة ذروك بارتفاع للطاقة وكذلك ارتفاع لبعض المنتجات اللي أصلا كانت تنتجها. وقطعا الدولة استطاعت في هذه الفترة الماضية أن يتم استقرار في السوق. أول شيء أعطى أمر معالي وزير التجارة لجميع الأسواق أن الفرق حماية المستهلك على كافة مستوى الوطني وعلى مستوى نواكشوط أن تود تراقب وتخرص حركة السوق وتخرص وضعية الأسواق وأي ارتفاع لاحظته وعندها أرقام للشكايات عندها أرقام مجانية للشكايات هي رقاج لاحظ مضاربة والله لاحظ مواد منتهية صلاحية والله رواية غير مبررة يتم بها التبليغ ولاهي قطعا الوزارة تقوم بالتدخل بأسرع وقت. نعم سيد الأمين العام أنتم تحدثتوا عن عدم وجود التواصل دائم بينكم أنتم والوزارة من ذلك كان هذا يبرر للمشاهد أنكم أنتم تحملتوا أمانة عنكم لا تعودوا تتكلموا باسم المستهلك وتحموه وتتكلموا وتعودوا تطهروا ذيك الخروقات كامل التخريج كان هذا يبرر عن عود فما صوتكم خافت ولا هو مسموع دائما. شكرا ما نظام يبرر يا تقع اللي يعود فوق يعني نحن فينا لبعض 20 سنة يناضل يدور قانون حماية المستهلك في اللي ما هو موجود هم ريتاني ومنين خلق تبشر النبي وجانا عندنا مثلا ومنين خرج ملكي قال لك هو من 2020 متعطل المواد اللي تكلمت عنها المواد قال لك هو اساسي المواد قال لك وعن اي حد يبيع الواد لا بد له من عنوان لا بد له من هذه ظاهر يعني انعدى يعطل عليها القانون اللي هو يعطل به هو ما عطل كامل فيه من تركات الى شيء تشتري ما عنده رقاش ما عنده وثيقه هي بتقول عنه تاجر وياك القاش اللي في بوتيك مش باع لك شيخ وجا واحد وخا قال لك انا ما بعت لك انا ما بعت لك تو انت السالفه من القاش مسجل عليك البوتيك وعنده رقم وعنده رقم تليفون لين يجون حيل الوزاره ولا تقول الوزاره تعرف ذاك الرقم مولاه فلان ولا فلان ولين يتصلوا به تبعت لنا شي من البيض خامر ولا بعت لنا شي خاضر ولا خامر يعني نحن نحاول نحن مولي ما نتخطى رؤوسنا القانون ذا انت مولاه محترمين انت مولاه دايرين فوقنا لان ما يتم واحد ما يدافع عن المستهلكين قاعد وهو في سلور أهل الماء ما عندنا احنا قضيات هو جمعيه تكوينها من غرب افريقيا شداو سولتنا كان عندنا محامين يدافعوا عنا كنا نعلم والله ما عندنا محامين كانت نعمل عمل اخر عن ما عنده محامي احنا قالت مثلا هم هو التقارير اللي عدلوا عندنا فيهم شيء من الشغله احنا عندنا في شغله يا شغله نقول بيد فلان في فلان يا غير مين تعدوا تقريرهم ما يذكروا يذكروا يأكل الوزاره ويأكل جمعيات وفرقهم ويغن حمايه يسمون عن هذا مشاركه من جمعيات مع بعض السوق لكن معدل ما ظلم كاملين لكن المشارك يذكر على الاقل الى اخر خلق نوع من المعنى اجبارنا الى المعنوي ما ريناه المادي مولي ما ما يدخلوش من الفضارة ما دخلوا ما دخلوا الضرائب كل شهر
احنا بعدها ما حضرنا فيه، احنا بعدها ما حضرنا فيه، ومفطن جانا ما حضر فيه مساكين بيلي هما. انا اللي دار نعرف العادة المدير وجماعة معه قايمين حاولني شوي اختي واضح الوزير وزير إدارة حماية المستهلك معناها عنك تبارك الصحة والبيئة والتعليم والبيئة كامل تابعين قبل إدارة حماية المستهلك، وتالت قوة مادية واقتصادية موجودة في العالم الآخر تابعة للوزارة الأول، الوزير الأول تابعة له وعنده مخابرها وعنده إداراتها وعنده قوانينها هي وعنده قوة. هؤلاء عدوا الواقف مهم ياسين وقوموا ويترفعوا نيس انتحارا قبل التلفزيون اللي هي طليلة في لبات يقلهم كيف قال لك اللي أكل في بوتيقي قرقع ما 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 عنده عنوان ما عنده شيء البيئة والبوات والمطاعم قلتي عدوا ياسرين وعدوا الأبدال من الرقابة وعدوا اللي باع في معاشا مستنى حاك من هون وهذا كبير ولا هي بيع الحمل الحمل الحمير وقبضوه وحاكمه. نعم لأن احنا صدور اليوم اللي القانون احنا ما نتخطأ القانون يا رب بعد مني عادنا بحاجة لقانا رئيس السابق الشيخ عبد الله يرحمه ما قط لقانا رئيس وراه ولا قط لقانا سابقه يرحمه الله ونحن يرحمه إن شاء الله والله على كل حال أنا نختارنا الشرف شويس كيف ترجع له من العام المنسقية لأن هما دور جمعيات حماية المستهلك هو دور تحسيسي وإعلامي وتبليغ لوزارة التجارة. إحنا اللي مطلوب منه شنو هم والمطلوب منهم شنو هم من بعدهم هذا ما قد تبلقونا بشيء يسوى شنو ما دخلنا فيه فعلا فهم ذا اللي ينقال له القانون عاطيهم لأن خالقة من الجمعيات والله المنظمات اللي نعود يثبت من خلال عمل المستمر ومن خلال قدر من الأمور اللي يعود ذات نفع عام وهذه مرحلة معينة لأنه هو القانون حماية المستهلك هو كان تم ثقرة في القانون بشكل عام وذيك ثقرة قانون حماية المستهلك والمراسيم والمقررات المطبقة له أعطاه دفع جديد قطعا بالنسبة للقرامة لأن القرامة تقول لدارك أي رقاش مع مادة منتهية الصلاحية قرامته من 500,000 قديما 50 مليون قديم. نعم هذا في الحقيقة يعطي قديما ما كان ذا موجود هذا مهم لأنه لأنه إذا مازلنا نختار نوصل له بصفة أكثر تنظيم ذا غرضك نختار نواصل مع الأسعار ما يتعلق بزي المضاربة في الأسعار اللي كنت تقول عنه هو السعر ويعود جاي يصرم السعر ويضاربوه وحدة نختار نتكلم شنو هي العقوبات اللي عندكم أنتم عليهم لي مثلا يعيضكم على السوق فما بوتشيك البوتشيك اللي يزر ويبيع بالسعر ما هو نفس الأسعار لباتي شو هو هو هي ما يتعلق بالأسواق ما هو لباتشيك الكارتيات لا شفتوا يلا تفهمون هو احنا وقعنا على اتفاقية منظمة التجارة العالمية اللي عاطية حرية التجارة والتجارة حسب العرض والطلب. احنا شنو الدور تدخلنا؟ احنا تدخلنا اي رقاش لان لاحظوا ان مادة ارتفعت في السوق لا هنا طلبوا ذاك المورد اوراق استيراد ورقلوا معاه لين نعرفوا بكم تقدر تطيح عليه الى عاد فم مبرر لرفع السعر نتيجة لارتفاع هذوليا هو شاري بها هذا في الحقيقة ما عندنا فيه. طيب لنتخطى مرحلته هو نعم. مرحلة المورد ونقيس الباعة نعم. اللي تحت نص الجملة وجملة الموزعين والجملة والفرد هي التجارة تمر بها المراحل فهم اللي ينقال المورد وفهم اللي ينقال نصف الجملة وفهم اللي ينقال التجزئة وهذا كلها عنده هوامش. عادة المواد الأساسية الدولة قاع قبض فيهم قرار إن يلا يعود كل 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 جزء من هذه الفئات يعودهم هامش ربح يقال هامش ربح ما هو محدد ما هو بدرجة حسب السعر أنت طايح عليك مثلاً طون طايح عليك مبلغ معين اللي هو في الجملة معناه أنك تبيعه بنصف الجملة يلا صاحب نصف الجملة معناه أنكم توماكم متابعين السوق يومياً وكل مادة طارحين لسعرها حسب لا سعر حرة احنا متابعين السوق انطلاقاً من التسعير مهما لحق شيء فهم مواطنين إن سعيدين هم ونصف الجملة ما قديش اللي بيها ولا هي عنده الناس وظروف صعيبة صعبة حتى ومتين هي الإجراء اللي لا يؤدل شنو انت جاء عند صاحب الجملة وعندك نصف الجملة وعندك صاحب التجزئة صاحب الجملة هو اللي يبيع نصف الجملة لصاحب الجملة ما يبيع نصف صاحب الجملة ما يبيع السقع
السقاط الجملة هذا شيء المدير وش أغر عني وش نص لا حالي هذا شيء علاقته بالأسعين على أنتم تضبط السعر اللي أنتم طارحين ما نمتكر من عن زيادة السعر ما دام السعر ثابت هو السعر مدير مدير شو غير ما حد مزاد على حال ثم افتح لي أعطينا ما رأى خلي وصلنا ذي الفكرة صنف الفكرة هاي نص الجملة قولي لي شنو عارف اللي مستورد شنو بوتيك وأخضر ونصر جملة بوتيكها صفر وساقط بوتيكها أحمر يعني أبدأ أن من الوين فاصل بها كانت الجملة وعليه أنا ينشري أرواك صليا يشري بالساقط شيء ما عندنا الجملة نصر الجملة شيء ما عند صاحب الجملة صح نعم ما فهم فرق دون أنه بوتيك أحمر واحد أخضر وواحد أصفر عود إحنا وانتم قدون تواصل يفهم عليه الجملة بعرف السوق ما خارج من يعرفهم انت لين جيل انا اعرفهم على شنو انت لين جيل مورد ما يبي لك زقبه لا يقول لك يبيع نص الجمله اصل لا حان يقول هذا هو الموجود وحنا هو اللي متابعين السوق نصف الجمله لا يبيع الجمله ولا يجبر هامش نصف الجمله لا يبيع لصاحب التجزئه ولا يجبر طبيعه الحال سقط من يشري سقط من يشري سقط يا تسين على نصف الجمله عاد يتعداه وش عند من الجمله ولا يعطوه كثير ولا يقول ما عنده فكتيرة لكن ما بخالف القانون طبعا حد يشتري ما عنده فكتيرة احنا على اساس العقوبة لين جبر واحد يبيع بتسعيره ونشوفه ما هي طبيعية نطلبه منه الفاتورة نقول اعطيني الفاتورة ذاك هو الله يدلنا على ذاك المورد بلا نص الجملة اللي شاري من عنده الى عاد النص الجملة لا نتصل بذاك نص الجملة ويعطينا فكتيرته وانا شاري من عند صاحب الجملة ونخرص ونحقه في الفواتير وذاك ونعرفه التسعير وليس ما عنده فكتيرة يسقط ما يعطيك الفكتيرة شيء قاعد ما عنده فكتيرة يسقط ما عنده فكتيرة هو اللي يبيع للمستهلك المستهلك هو اللي ما معه ذاك ما هو طبيعي طبيعي بهاش هو ما هو مسجل ولا قد خلص هيدا صور ولا عنده ولا يعطيك ليش؟ شو لا يعطيك؟ هو الفكتيرة ما يعطيها لصاحب المخزن شو هو الطبيعي تعاونوا عليها هو الطبيعي اللي جاء الله يخلي ان كل رقاش له يشتري مادة تود عنده فاتورة هذا الجانبي الجانب الاول اياك بعد قاعد مباطي التسعير بك انت لا تتعدل تزيد تسعير طريقة غير مبررة ندور احنا نعرفه من خلال الفاتورة بكم انت شاري وياك الباع لك باع لك بكم وياك الثاني عاد الباع لك مبلغ لا يتوصلوا هذا هو الموجود يعني المستهلك ما وصل له المستهلك لا بد ما عرف يوصل له طيب سيد المدير سيد المدير نتاقل شاء الله سيد المدير سيد المدير سيد المدير نخلو شوي صاحب الجمعية يعلق لكن عاوزين نتاقل شاء الله والله تقولي هذا قال لي خالق يا غير كي قلت قبل السوق ما هو يتكلم عن حالة الطبيعية طبيعية طبيعية مفهومين بهم يا شباب لو نتكلم عن حالة نتكلم عن تجاوز تطبيق على الواقع ما هي بعد تقول لك 100% تثبت 99% منها ما هي خارقة ما تصح خاي بعض من التجار معرفة خاي بعض من الزبي سالي معروف يمشي يعطيك فكتيتي تدخل الى الكيس يعطيك باش شريتي وعندك ما تدري ترى شعيله الى شارك شيء الى قومت يطلب فيها قاعد يطلب بها قاع هون المستهلك يا تيوعى يا تشارك يا تبغى فكتيرته ويا تحس ويا عنده ارقام خارج يقبلهم انا معاك يا غير ملي ما يقد هم يجمعوا التجار يقولوا التجار اختاروا لنا السعر هم التجار راح العميل يعطيني الاقتصاد الوطني يا غير احنا ملي مواطنين وهي دوله ولا فوق احد تقعد تعدل التجار وجميعهم تقول عدلوا لنا خالص شو ما يقدروا يقولوا اعطونا احنا نقعد معاهم لا يقول التجار هذا ماكم متخاطين ولا يبيعوا لنا به ولا احنا شارين به وسمعت والدوله احنا ما قبلت تدعينا بها يعطيك قد في ماده محترمه واذا تشد بطريقه محترمه وتطيح بطريقه عدليه هذا هو اللي دوركم انتم دور احنا تحضروا للنقاش نحضر مع التجار اياك نعود نقعد نقولوا فهم شي من الامور ما يقدوا هم يقولوا ما لماذا ما يقدوا يقولون هذا جهه رسميه الدوله جهه رسميه وتو هو مول التجار عندهم علاقه كل شيء الدوله ما يخالفون التجار وكل الشعب يدعو التجارة ما هم فهم قلت لك أنا عنه مين تعدلوا شوف ما هو طعن هذا ما هو صباح الجمعة جيب شهر شوي عاد عاد فقال لي ولا شهر شوي فتحوا التجارة بواتيك معاونين بيهم فارتفع الأسعار حالوا بواتيك ما شافهم حد ما دخل عليهم ما يعرف حد منين ما يطلعون هم عادوا بعدهم يراقبون بقى ولا عاد من احنا بيهم نعرف بواتيك فيهم شو باش يبيعوا قال فلان ولا فلان فتح 50 بوتيك فلان ولا فلان فتح 50 بوتيك يعني احنا كنا حاريين قال يا جمعية حماية المستهلك التجارة أقدر ما يبيعوا كلام ولا يفتحوا كلام بوتيك عليكم برقابته تو لكن ننتقل شو النقطة المتعلقة برقابة الجودة والله زاد صلاحية المواد محاربة انتشار المواد الفاسدة شو تعدلوا في ذاك الإطار من أجل أنكم تضبطوا المواد الموجودة في الأسواق طبيعة الحال إحنا عندنا فرق يوميا في الأسواق وعندنا أيضا كيف جمعيات حماية المستهلك نستعانوا بهم وعندنا شي من الناس الثاني
يقدر لا يجبنا الأخبار أي لحظة أي رواية. أي رواية كيفاش؟ كيف تمرن مادة مقشوشة والله اكتشفت هو شتي الفرق اللي يمشوا لا يخرصوا المواد المتيصلة والله إلين يشكوا في أي مادة لا يحتجزوها ولا يجي طلبوا من من من, من التاجر لأنه يا الله تكتب رسالة رسمية من طرف الوزارة شر وزارة الصحة وتود وزارة الصحة تمشيها المختبر عدل لها فحص من ترى كان هاي المادة صالحة ولا خاسرة مادة قاع منتجة صلاحية ولاحظ أنها ما هي صالحة للاستهلاك هاي تصادر مباشرة مثلا الفرق هذا هو العقاب الوحيد لصاحب لا 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 فهم كي يقرم هو أي رقاش انشبار عنده مادة منتهية صلاحية والله فاسدة يتم تقريمه شنو يتم عقوبته اللي هي قرامة مالية عنده الاختيار إما يقرم حسب النصوص القانونية الموجودة اللي عاطية سقف عاطية أقل قرامة أقل عقوبة وعلى عقوبة والله المرحلة الأخرى العدالة لأن ما يقول إنه ما هو معدل ذاك يحال تحيل الوزارة الملف للعدالة والعدالة أي شيء حلنا لها عاتية تصرف أنا ما تلا عندنا فيها تدخل كذلك بالنسبة للفرق اللي يبشوا يقدروا يلاحظوا ذا الشهر من خلال تفتيشهم يقدروا يلاحظوا أن فهم مادة منتجة صلاحية والله قريب ذا شهرها مازال 15 يوم مازال 20 يوم شي عدلوا لا هي يعرفوا عندهم كشف لا هي يعرفوا في ذيك المادة الشهر الله تنتهي النهار الله تنتهي فيه من ذاك الشهر وعلى أساس ذاك النهار مباشرة لا يجول ذيك المادة وتم مصادرتها انطلاقا من ذاك عيا يوم ولي يتم تبليغ مثلا بوتيك جاه واحد باع له مادة منتهي الصلاحية احنا عندنا أرقام خضراء يتواصل بها مجانا يبلغ مجرد يبلغ عليك الأرقام وملي نطلعوا مع الصباح عندنا عشرات وبعض الأحيان مئات شكايات وعلى ذلك الأساس أول فرق لانطلاق شهور ذلك الشكايات سابق مهات هذه وسيلة التواصل بينكم التواصل بين نحن والمواطنين بالإضافة نعم الأرقام بالإضافة إلى الفرق اللي يبشو كيف تقتلك يوميا اللي يقوم بعمليات تفتيش طيب فما ملاحظة السيد المدير نعم. عنكم انتم دائما نشوفكم باطشين مواد منتهية الصلاحية والله المزورة وقمت وحركتوا تم إتلاف بعد فترة قصيرة مولين نجبروا نفس الخطوة قمتوا بها ذا راجع هو كل شهر هي المواد المنتهية الصلاحية تنتهي كل شهر كل شهر نحن نعود على موعد مع مواد منتهية الصلاحية يجبر شي من هوفته انت يا لاهي الفرق لاهي والو يشتغلوا درا كان التزوير عنده دور في هذا القانون شتي القانون التزوير التواريخ اللي يعود على اي تزوير جبرنا احنا احنا الشهر الماضي اكتشفنا يلعب دور في العمل يحن كمل زيت الزيتون زيت الزيتون مديور عليها تاريخين هو وافي 2020 ومديور عليه تاريخ وافي 2024 لماذا من 2020 إذا ذكرت يا ما جبرتهم هو تفطني له هو يشلي أنا نفسي يشلي هو هو هو, هو هو كيف قلت لك إنه هو عمل مشترك هو المواطن لا بد من يشارك ذي العملية إحنا الفرق اللي يبشوا يقدروا يكتشفوا شيء يقال اللي يكتشف أساسا وأكثر اكتشاف لا المواطن أنت اللي أنت تدخل لبوتيك لا تعرف ذي اللي فيه يقال الإشكالية يوم اللي عندنا قاع مشاكل إحنا نلاحظه ان الشخص نفسه يعود ما هو لا يقول مول البوتيك انت هاي ما درجه لك فارق تاريخ ردها عني هو اللي يعلمه لا يقوم نافذ ذيك الماده ويقنبرها والله يزرقها والله يعدلها شيء يا قايل ما يعلمه يعلمنا احنا يقول لا تدخلنا احنا ايجابي لا نصادر ولا نقرم ولا نقفله ولا نعاقب تفضل سيدنا انا شتي قال في اخبار ماده الصلاحيه القانون وهل يعني في ماده نص عن اي ماده يدخل هم ثاني نص عمرها هو مازال نص عمرها ماده مازال نص عمرها ما تدخل وهذا هو اللي هذا هو اللي يساهموا دائما يشوفوا المواد اللي فيها بيد القانون ما تطبق القانون ينص على اي ماده جايه تعود مازال نص عمرها الى عاد عمرها عامين مازال فيها عام والى عاد 10 شهر مازال فيها 6 شهر ما تدخل بينما الاخر كان مازال لا نهار واحد والله مازال لا اسبوع يدخل سيد من العام انتم كمجتمع مدني من درا كانكم قد اطلعتوا على الاماكن اللي قال عنها هنا اتجاهات التزوير التواريخ المواد في الحقيقه في المرحله التاليه نقدر نقول عنها خفت كانت موجوده مناطق معينين خلق فيها عمليات هي عندها مراكز كان عمراز في سين كيم وقطع كمر المهون يسوي بارو وقطع كمر روايات اسم الأمور وقطع رواجش كبار في مناطق أخرى ما يسمي غير بعد المهم عندها قاع قالك في جهات اللي بدور فيها واحدة قوة القانون
واحد المهم مواطن اساسي عن يعني لا ترى حد يشري روايه ما يقبل ما 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 يقبل ما يقبل ما يقبل فكتير شهاده لقاء الى عاده خاص لا يردوا واللي عذر انه حد لا يردوا يعني احنا مو اللي نرجع نقول احنا هذا ما طرحنا لكن العام في رساله لوزير التجاره دون القى هذا جديد ولا فاتلقاني يضحك الى ذاك على كل حال عنه مشغول او عنه مو صايب وتفهمينه اختار نقول من المنبر عامل اللي عاون له انا ما نجي اخرى ما انا مع ذلك ولا انا مع ذلك مع المواطن المستهلك وعنا من 2003 والله 2000 ونحن ماشيين في ذا العمل مقتنعين به وزين عندنا يا رمو الحين ليش مسكاية تنقاك نتخرصيها فيه البيئة وفيها الصحة هم قاضين إدارة في وزارة التجارة محامية المسؤولية بصيبتها العكس اللي في الدول اللي في كامي عن حماية المستهلك صحيح إيه ما أنا عن الإدارة هو إدارة المنافسة قال لك أخبارها إدارة المنافسة ومراقبة السوق هذه إدارة حماية المستهلك كافية إدارة واحدة وهي أبطال هو كتبت له بيها وجمع الاتجاه كتبت له بيها وفصلت الوضع جي تو سيد المدير نوصل للنقطة ما زلنا لا في أخبار المواد منتهية الصلاحية والمواد اللي مسموح للإنسان أن يلقي عمله وهنا تنقص أخبار المطاعم لأنه ملاحظ عنها تسبب أكثر الأمراض اللي تصيب الإنسان تصيب عن طريق هذه المواد وأنتم شنو دوركم هنا في الرقابة عليهم شنو هي الطريقة اللي الخطة اللي طرحتوا للرقابة عليهم والله ما يخالق هي على كل حال فم إدارة خاصة بدار إدارة قال هي إدارة السياحة تقوم بالدور اللي تقوم هو عمل مشترك أي عيان عدل وحملات مشتركة من بين إدارة السياحة وإدارة حماية المستهلك وإحنا أي شكاية وصلتنا نعدل عمل مشترك بيننا احنا وإدارة السياحة وكل مرة مقابلين مطعم وكل مرة مثلاً كاردين شو مثل شنو هي الضوابط اللي طارحين عليهم يلا يلتزموا بها ويا الله يلا يقول فم 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 مدونة خاصة بإدارة السياحة والدور ولها دور كبير أعطيه معايير معينة كيف يلا تدهم نظافة ويا الله يعود فم رقابه ويا الله فم قدر من الأمور اللي تجعل ما يلا حد يفتح مطعم ما عنده ذوك الضوابط الصحية اللي يعود محافظ على الصحة ويعود لابس لباس نظيف ويعود داير قهات ياك ما يعدل ما 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 يضر ما يضر المستهلك وقطعا اللي لوربك اسبوعين فهم الاداره اللي قال هي اداره السياحه قامت بعمليات تفتيش واسع ليلا لان المشكله في المطاعم دائما عملهم لا عمل ليلي قطعا انها استطاعت ان تقرم قدر وتصادر قدر من من من, من رخص اللي قال له المطاعم لان ما فهم معايير السلامة الصحية اللي مطلوبة. نعم لا تخطينا ما يتعلق بمثلاً نظافة المكان ولباس العامل اللي لابس. ماذا طريقة تحضيرهم هم الوجبات شنو الأدلة اللي تراقبهم؟ ذاك الله يعود عنده قلت لك معايير فهم معايير طارحت إدارة السياحة وذيك المعايير مضبوطة ومعروفة وحتى ما يقدر أجي يفتح مطعم ما هو متوفرين فيه ذوك الشروط. والتفتيش لين يخلق لين يشوفون ما مطعم ما هم ملتزم بذيك الشروط يقوموا بإقلاقه ومصادرة ذيك الرخصة ومعاقبته. نعم سيد الأمين العام مدرا كانكم قطيتوا اهتميتوا بأنكم تراقبوا المطاعم تعرفوا طريقة اللي حضروا بيطعامهم للناس. شوف هذا اللي أنا أرجع لكم أقول لك عن شيء السياحة منافسة عن هذا حماية المستهلك وعن تفراقه بلا معنى تفرقتوه بلا معنى شتت عمله وهو مغترب هي قطعة من سنتين ضارك إدارة السياحة حصات كثير من المطاعم وعدهم رخص وجابت أساميهم مسجدين حبا حاضرين له وكل ما عاد معروف وعماله وأساميهم غير اللي خطير اللي خطير في المطاعم على ندلوير هذا منين ينقله مرة والله انتين عود شكل أن كان سرطان الكبد احنا قرينا في تهوين وخطير جدا صحيح وتم عدلوا عليه شي من الامور يبدلوه يبقى لك لاقي حل هون الرقابات والمفاجئه قلت لك عن التفراق هاو الادارات هو المضاعف اداره حدائق المستهلك هؤلاء قال لك هذا ما قد يعطيك معلومات عن معنى السياحه بين الاداره ومديرها اداره منافسه عندها مدير اداره الليجان عندها مدير هم من دراي كانوا يهتموا بهذه النقطه المتعلقه بالمنصب أصير يهتموا به ويدخلوا خاص وعياله ويشوفوا في مطاعم محترمين وفي مطاعم قال في مطاعم قاعدين يجيهم منتجه لا جايه تشري وتشوف الناس مقيده تعرف انت عن متوفى لا تو استغفر الله العظيم فهمت الا الناس مسكينه جياع
ولا عنده شيء وتقيل فيهم وتغدى فيهم وتسوي شر فيهم وتجي فيهم وتاي وسافر كذا كذا كامل وغبع سايب مش عنك المدير سووا لي سخرق سؤال هون نيابة عني يعطيك أخبار الورقة يعلم ولا يقول أنا تعني إدارة المنافسة يعطيني أخبار كذا يسخرق في هيك ساعة كان 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 الفحص شيء ويا كان قصوار تراجع يقول إيه تراجع الله مولى تراجع كان يمارين هذا كامل. إذا نواصل سنة مع مراقبة مراقبة المواد المستهلكة عندنا. أنا جاي العلم اللي يلا المواطن يعرف علم عليه مسؤولية كبيرة وعلم يقول الجوان اللي واحدة ما تصفق من المهم علم المواطن يقوم بدور مواطن سريع وصولكم انتوا ما وسهل. هو انا قلت لك احنا عندنا ارقام مراعيهم انتوا ما عندكم ارقام بعض أرقام. شي من الناس يشكي من عنه يتصل بارقامكم ما ينكرد لا 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 يعني ما ينكرد وعي ما يتم التجاوب مع اتصال ما فيه رقم يتصل به من الارقام ما 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 ما, ما, ما عامل معاه لانه يوم يجينا احنا نطلعوا بعشرات الشكايات وذيك الشكايات لا نعالجهم واحنا انا كمدير رقمي ايضا الواتساب يوم جمعيه نطلع ب 20 30 شكايه بعضها من جمعيات حمايه المستهلك بما في ذلك صاحب المنسقيه اللي قاعد حذاك وبعض ايضا من الامور بالاضافه للمواطنين بس ايضا من الامور اللي شكروا عليكم المواطنين عن حملاتكم هذه احيانا ما هي مستمره ولا معروفه هي اللي تمني تعدل حمله على الروايه وتنقطع ترجع عادة أهل السوق الحالي. شوفي هو إحنا يوم يجينا في الأسواق هو عمل روتيني وما فيه إحنا عملنا عمل روتيني ما فيه حمل نهار وطوف نهار إحنا يوم يجينا في الأسواق هي الزمن كامل إحنا عملنا عمل روتيني كل نهار في الأسواق يقار الأسواق يقسموا المناطق كل ولاية لا يتقيس سيارة والله انتي وتقسم خلال ذاك الأسبوع وحسب المناطق اللي قال الله يعمل بي هذا بطبيعة الحال بالتنسيق مع السلطات الإدارية لأن كل عمل كل فرقة لا تنطلق لا بد من تود فهم تنسيق مع السلطات الإدارية فيما يتعلق بزيادة سعر المحروقات اللي تكلم عنه السيد الأمين العام من درا شنو هي الخطة اللي طرحتها لمواجهة هذا المشكل اللي الناس خلعت منه حتى يعني على كل حال أنا في اعتقاد لأن بالنسبة لزيادة المحروقات هي الدولة يلا حد يفهم أنها تحمل ياسر من التكاليف اللي ينقالوا المحروقات واللي ينقالوا قاص المنزلي طبق وهذا في الحقيقة تحمل كبير وقطعا مشكلته هذه تكلمت عنه وزارة البترول وعطات مبررات لهذا الارتفاع ومعروف أن مازال في ارتفاع قطعا انه عالمي ما زال موجود وقطعا لان تعهد من رئيس الجمهوريه ومن طرف الحكومه ان كل ما انجبرت فرصه يخلق مراجعه ذاك الزياده دور لا تخلق لان مولي بالاضافه لهذه الدوله قدمت ياسر المساعدات كيف وزاره تعرفون النارك من الدعم اللي يخلق الياسر من أربك من المسائل كيف المواد الغذائية المدعومة كيف التقسيمات اللي تخلق وكيف هذا أربك الكلام اللي وعدت الياسر من الناس اللي نعم ذيك هذا لا مجهود نعم ذاك قطاعات موازي موازي إياك ما يتعلق هذا الارتفاع اللي عالم مع مدد هذا الارتفاع من رأي كانكم فماتيها أفق عنه ربما تحاولوا تحدوا منه قريبا والله مرتبط مازال لا بذيك زيادة الأزواج هي الدولة كيف قلت لي كل ما شافت فرصة لا 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 نعم ذاك نعرف ونعرف عن الدولة تبغى المواطن طبعا عنها وتسعى لرفاهية المواطن وهي اللي معدلات صحيح يا غير نتكلم عن ركاتية عن الأسعار اللي تضررت من هذه الزيادة اللي خلقت طبعا تماشيا مع ظروف عالمية طبيعي غير خلقتهم اللي هناك زيادة كبيرة على الأسعار والناس عادت منتظرة كان قد يعدل لها حل هي الحكومة كان الوزارة قد تجبر حل لا حنقول لك الوزارة اللي عندهم هي الحكومة هذا قرار حكومي وقرار الحكومي قبضوا المبررات ما قبضوا اعتباطا ولا قبضوا وزارة من وزارة معناها انه
قرار حكومي عدلته نتيجة الوضعية عالمية. نعم. ما هي متحكمة هي فيها. على ذاك الأساس كل ما جبر الظروف مناسبة للتخفيف ودرجة لا تعدل الدولة الحكومة تسعى لمصلحة المواطن. هيك ظروف ذلك معناها تقري إن شاء الله تقري ذاك والراجع من عند مولانا و... إذا عن دراسة مراجعة الأسعار حتى الآن ما فهمها أول شفتي هو مراجعة الأسعار يلا مولي حديث نعم والمواطن أناني طبعا قد ينقال عنه يدور اللاشي ما يتخمم في الأسباب نحن ما نتخمم في الأسباب نحن ندور النتيجة دوره الأسعار تنتقص مدير الأسعار المحروقات هو مش منطقي مش شور عليه يوميا هو مش منطقي ما يتقضي بشي ما شفتي يوم مواطن بسيط لأن الدولة ما هي لا يتعادل ارتفاع يكون عنده مبرر المحروقات راجع المحروقات راجع سيد المدير جدا خلق ارتفاع سيد المدير العام مبرر نعرف وانا قلت لك عن مبرر الناس كاملة تعرف هو حالا تكلموا عن طريقة حل محاولة الدولة كل ما جبرت فرصة لا يتخفف بيها سعر عن مواطن الدور تعدله لأن هي أصهر لمصلحة المواطن ومقدمة ياسر من الشيء من أجل مصلحة المواطن هذا هو اللي أنا شاكين عفوان أنا شاكين في دور الدولة أقول لها والناس اللي يجيبهم واحدة قبل يشون مارو وش من بسكيت وش من دلويل عقب الليل هم عقدهم يعرف عن تاريخ وشنهم ويعرف منين جاي ما يعرف هم رجاجين والله في إدارة حماية المستهلك وشي واحد يقول أنا ما أعطيك كذا وأنا أعطي 500 طن وأنا أعطي كبيون هذا هو دورهم دور حماية إدارة حماية المستهلك تعطي الواحد ما تعرف كان مخنع خم والله كانوا الناس ما يعرف حد شنو نعم اذا شكرا لكم السيده من عام الفكره ما نعرف هي كانها وصلت ما وصلت حتى معنا دورهم حمايه المستهلك تجي شيء اخرى دورهم هون هذيك المواد يعطيهم عليها اذا تقسم يشوفوها اداره حمايه المستهلك كان الصرحه اللي سيلك تقصد مساعده المساعده في الاطار ياتي اداره حمايه المستهلك تعود حاضره أنا في اعتقاد أن الدولة ما لا تقسم شعر مباطنينها خاسرة لا يبرر إذن نختتم الحلقة شكرا لكم ضيفي الكريمين سيد محمد المصطفى والعلي الشرقي مدير حماية المستهلك وقمع لغش شكرا لكم السيد المختار والطوف الأمين العام للمنسقية الوطنية لجمعيات حماية المستهلك شكرا لكم مشاهدنا الكرام على حسن المتابعة قبل تحياتي وتحيات فريق العمل وإلى اللقاء.